قبل ما ابدا الفيلم ما تنساش تصلي على النبي في التعليقات وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده. ويلا بينا على الفيلم. فيلمنا بيبدا سنه 1917 في الصين مع واحد اسمه لي، واللي بيكون عايش في قريه صغيره مع عيلته واولاده الاثنين، وبنعرف ان هو شغال صانع اوراق عشان يقدر يصرف على عيلته. وبنروح بعدها لشخصين مجهولين، واللي بيدخلوا لاحد المطاعم في القريه وبيطلبوا اكل، واللي كانوا بيعترضوا دايما على طعم الاكل كل ما الطباخ يجيب لهم حاجه وبيرفضوا يدفعوا الفلوس. وبعدها بيروحوا لمحل قريب وبيهددوا صاحبه عشان يدي لهم كل الفلوس اللي معاه والا هيقتلوه. وبالصدفه بيكون ليه موجود في المحل وكان مستخبي من اللصوص عشان محدش يشوفه، وصاحب المحل بيدافع عن نفسه لكنهم بيبقوا اقوى منه جدا وبيقدروا يضربوه هو ومراته. فبيضطر ليه انه يهجم عليهم ويدافع عن صاحب المحل ومراته. وبنعرف ان ليه مش صانع اوراق عادي، ولكنه بيبقى قوي جدا ومحترف في الفنون القتاليه، وكل ما يحاولوا يضربوه مش بيقدروا وبيستخدموا الاسلحه عشان يقتلوه، لكن ليه بيقدر يتفاداهم وبيضرب واحد منهم ضربه واحده على دماغه فبيقع ميت. اما التاني بيحاول يخلص على ليه لحد ما بيخرجوا بره المحل وبيطلعوا ناحيه النهر، واللص بيحاول يضرب ليه، لكن فجاه ليه بيقوم وبيضرب اللص ضربه واحده هو كمان وبيخلص عليه. والخبر بينتشر في القريه كلها وبيعرفوا اللي حصل، وهم مش مصدقين اللي ليه عمله وبيعتقدوا انه كان محظوظ. وبيوصل المحقق بيجو واللي بيمسك التحقيق في القضيه، ولما بيبص على الاثنين اللي اتقتلوا بيعرف ان واحد منهم كان مجرم وكان مسجون ومطلوب للعداله. وبيبدأ المحقق ان يشك في ليه، وبيبقى مش مصدق ان هو قادر يهزم العصابة لوحده من غير اي سلاح. ولما بيبص على الجثة التانية بيشك ان ليه محترف فنون قتالية، وانه مخبي قوته عن الناس لانه مستحيل يتغلب على العصابة بدون اي اسلحة. وبيبدأ انه يحقق اكتر في الموضوع وبيحاول يجمع معلومات عن ليه من سكان القرية، وبيقولوا له ان ليه عامل بسيط وضعيف وان عمرهم ما شافوه بيضرب حد. وبيجو بيبص مرة تانية على جثث اللصوص وبيكتشف ان واحد منهم مات لان دماغه اتدمرت من الداخل، وبيفهم ان ليه بيستخدم اسلوب قتال ممنوع ونادر واللي بيخليه انه يقدر يقتل اي حد بضربة واحدة بس، وعرف انه مقاتل محترف لكنه مخبي قوته عن الناس. وبالليل ليه بيكون حزين على قتل اللصين، لكن مراته بتقوله ان هو شجاع وبطل لانه قدر ينقذ الناس منهم. وبيجو بيكون بيفكر في اللي حصل، وبنعرف انه كان زمان مع اهله وبياكلوا في مطعم، لكن في حد من اعدائهم حط لهم سم في الاكل، ووالدته ووالده ماتوا لكنه نجا بمعجزه، عشان كده بيضطر انه يحقن نفسه بادويه بالابر الصينيه عشان يوقف مفعول السم. وبيروح بعدها للقريه عشان يبقى قريب من ليه ويقدر يراقبه، وبيروح لمرات ليه وبيسالها عنه، فبتقول له ان هو مش موجود في البيت وانه في الشغل، فبيحاول يسالها ويعرف منها ليه كان عايش فين قبل ما يتجوزوا، فبتقول له انها ما تعرفش عنه حاجه قبل الجواز، وانها قابلته في المدينه بالصدفه. فبيروح بعدها بيجو لمكان الشغل بتاع ليه، وبيحاول انه يتابع كل حركاته، وبيستنتج ان ليه مش شخص عادي زي ما بيقول، وبيلاحظ انه بيقدر يتحكم في كل حركاته وتنفسه، وبيفهم ان هو مش شخص عادي. وبياخدوا ليه للمحل اللي قتل فيه اللصوص، وبيقول له بيجو يحكي له اللي حصل بالظبط، فليه بيقول له انه حاول يوقفهم ويقاومهم بكل قوته، لكنهم كانوا اقوى منه جدا، وبيجو بياخد باله من اثار القتال اللي على جدران المحل، وبيقدر انه يستنتج ان ليه بيستخدم اسلوب فنون قتاليه عشان يقدر يهزمهم ويخلص عليهم. وبيساله عن اللص التاني اللي مات في النهر، فبيقول له انه كان محظوظ وانه ما كانش يقصد انه يقتله وانه كان بس بيدافع عن نفسه. وبيجو بيبقى شاكك ان ليه وراه سر خطير، وهو ماشي معاه بيحاول يشد منه العيدان اللي شايلها وبيوقعه من فوق الجسر عشان يختبر رد فعله، واللي بيكون سريع جدا وبيقدر انه يلحق نفسه فعلا، لكنه بيوقع نفسه في الميه لما بيشوف بيجو بيراقبه. وبعدها صديق بيجو بيروح له وبيقول له يسيب ليه في حاله لانه ممكن يكون كان مجرم لكنه تاب وبقى في حاله، لكن بيجو بيبقى مصر انه يظهر الحقيقه، وبيحذره صاحبه لان ليه ممكن يكون قوي جدا ويقدر يخلص عليه. وبالليل بيروح بيجو عشان يتعشى مع ليه وبيساله ازاي وصل للقريه دي، فبيقول له ليه انه كان عايش في قريه تانيه مع عيلته واللي كانوا شغالين في الجزاره، لكنه بعد عنهم بسبب مشاكل مع ابوه. وبيجو بيبقى مش مقتنع بكلامه وبيقول له هنتقابل بكره وبيسيبه ويمشي. وتاني يوم بيجو بيراقب ليه مع عيلته وبيبقى محتار جدا في امره، وبيقعد معاه بعدها وبيقرر ليه انه يعترف له بقصته الحقيقيه، وبيقول له ان هو قتل واحد من 10 سنين في قريه تانيه بعد ما ابوه اجبره انه يعمل كده غصب عنه، وبعدها راح للشرطه واعترف على نفسه واتسجن بعدها كذا سنه. وبعد ما خرج من السجن قرر انه يغير حياته وما يستخدمش قوته تاني، لكن بيجو بيبقى شاكك في امره وواثق انه مخبي عليه حاجه، وبيعتقد انه صعب يتغير لانه عنده قوه مدمره واللي بتكون عند فئه نادره من محترفين الفنون القتاليه. وبيروح بعدها بيجو وبيستعين بواحد صديقه عشان يحقق معاه في قضيه القتل اللي قال له عليها من 10 سنين، وصديق بيجو بيقول له ان هو فاكر القضيه دي فعلا لانه كان حقق فيها زمان، وبيقول له ان عيله الجزار كلهم اتقتلوا بطريقه وحشيه. وبعد تحقيق طويل بيقدر بيجو انه يعرف ان ليه اسمه تانج لونج،
وإنه كان زعيم عصابة قتل مكونة من 72 شخص واللي بيكونوا قتلة متوحشين جدا، وبيقرر بيجو إنه يرجع المدينة بتاعته لمدة، وليه بيوصله وبيمشي معاه في الغابة، وبيجو بيبقى قلقان جدا من لي إنه يغدر بيه ويقتله، لكن ليه بيوصله فعلا وبيودعه وبيسيبه ويمشي. وأول ما ليه يمشي بيجو بيجري بسرعة على البيت لأنه قلقان إن ليه ممكن يغدر بيه. وبعد ما بيعرف فيجو قصة لي الحقيقية بيقرر انه يبلغ عنه البوليس عشان يطلع اذن بالقبض عليه، لكن رئيسه بيرفض انه يدوله الاذن لان ما عندهوش اي دليل على كلامه. وقاضي من القضاء بيطلب منه رشوة عشان يقدر يطلع له الاذن، لكن فيجو بيرفض وبيقرر انه مش هيقس وانه لازم يفضل يراقب لي في القرية بتاعته لحد ما يقدر يقبض عليه. والقاضي اللي كان عايز رشوة بيروح وبيبلغ عصابة ال 72 قاتل على مكان لي على امل ان الزعيم بتاعهم يديله مكافأة، لكن زعيم العصابة بيقتله وبنعرف ان هو ابو لي. وبعدها ابو لي بيبعت رجالته للقرية عشان يقبضوا على لي ويدمروا القرية، وبيجو بيكون في طريقه للقرية، لكن اتنين من رجالة الزعيم بيكونوا وصلوا للقرية فعلا وبيطلبوا من لي انه يظهر قوته الحقيقية ويجي معاهم، لكنه بيرفض وبيبقى مش عايز يظهر قوته الحقيقية لحد ما واحد منهم بيقتل واحد من السكان عشان يجبر لي على انه يكشف قوته، وكان لسه هيقتل واحد تاني وفجأة بيقرر لي انه يكشف عن قوته ويوقفه، وبيقرر انه يدخل معاهم في القتال عشان يحمي اهل قريته. والقرية كلها بتبقى مصدومة من اللي ليه بيعمله لانهم كانوا فاكرينه فلاح بسيط وضعيف، وبيكمل معاهم قتال، ومراته بتبقى مصدومة من اللي جوزها بيعمله، وفعلا بيقدر لي انه يخلص على اول واحد منهم وبيسحب التانية وراه عشان يقاتلها بعيد عن سكان القرية، وبيدخلوا في الحظيرة وهما الاتنين بيدخلوا في القتال مع بعض. وبنعرف ان الست دي تبقى والدة ليه، وليه بيبقى قوي جدا وبيقدر انه يتغلب عليها في النهاية، وكانت خلاص هتقع من مكان عالي، ولما بيحاول ينقذها بتقوله ان هو ده ليه القوي اللي تعرفه، وبتقع في النهر وبتموت. وبيرجع بعدها ليه وهو زعلان لان الماضي بتاعه رجع وبيطرده تاني، وبيقول لهم على القصه بتاعته اللي غيرت حياته وانه كان موجود مع عصابه والده وامره يقتله في المجزره اللي حصلت، لكنه ما قدرش يكمل قتل لما شاف طفل صغير بيبكي على قتل والده، ومن ساعتها وهو قرر انه ينهي حياته كقاتل ويبدا حياه جديده. ولما بيوصل بيجو بيبلغ ليه ان عصابه والده هيجوا تاني عشان يقتلوه وهيدمروا باقي المدينه، فبيضطر اهل القريه كلهم انهم يسيبوا القريه ويمشوا بما فيهم مرات ليه واولاده. ولما بيقعد بيجو مع ليه بيحس ان هو فعلا اتغير وبيقرر انه يساعده، وبيقول له ان هو اخترع سم ممكن يوقف نبض قلبه لمده 15 دقيقه بس، وانه ممكن يحقنه بيه قبل ما عصابه والده توصل عشان يقنعهم ان هو ميت، واول ما يمشوا هيحقنه بالعلاج عشان يفوقه تاني. وفعلا بيجو بينفذ الخطه وبيقابل عصابه والده في وسط الطريق، لكن واحد منهم بيقرر انه يشوف نبض ليه عشان يتاكد ان هو ميت، واول ما شاف ان هو ميت فعلا بيحس بالحزن عليه لان ليه كان واحد منهم وكان دايما متربي معاهم، لكن بيجو بيبقى قلقان جدا عليه لان ال 15 دقيقه خلصت ولو ما تصرفش بسرعه ليه ممكن يموت بجد، فبيقرر انه يفوقه فورا. والعصابه بتكون لسه هناك وبتشوف اللي حصل، ولما بيصحى ليه بيقرر انه يقطع دراعه ويقول لهم ان كده علاقته بيهم خلصت، والعصابه كلها بتتضايق لكنهم في الاخر بيوافقوا وبيعتبروه ميت، وبيقولوا له ان هو خلاص ما بقاش فرد منهم، لكنهم بيقولوا له ان هو لازم يقابل الزعيم بتاعهم عشان الموضوع يخلص. ولما بيرجع للزعيم بيلاقيه واخد عيلته عشان يهددوا بيهم، ووالده بيقول له ان هو هيسمح له ان هو يسيب العصابه بشرط ان هو يقتل ابنه، فبيرفض ليه طبعا وبيقرر انه يهجم على والده بايد واحده. والده بيبقى قوي جدا لكن ليه بيحاول ان هو يقتله بصعوبه بايد واحده، وبيجو بيكون بره البيت وبيقرر انه يتدخل عشان يساعد ليه، وبينزل تحت البيت عشان يحقن الزعيم بابره من الابر الصينيه واللي بتكون سامه عشان يقتله، لكن الزعيم بيلحق نفسه وبيهاجم بيجو وبيضربه، لكن بيجو بيقدر ان هو يضربه بكذا ابره في رقبته واللي بتخلي فعلا قوته تقل، وليه بيحاول انه يكمل عليه لكنه بيبقى مش قادر يتغلب عليه بايد واحده. ولما بيطلعوا بره البيت بيكملوا القتال تحت المطر، والزعيم بيضرب ليه وبيوقعه على الارض وكان خلاص هيفقد وعيه، لكن بيجو بيتدخل وبيضرب الزعيم باخر ابره معاه، وفي نفس اللحظه دي بيضرب البرق الزعيم من خلال الابره وبيموت في الحال، وبيجو من كتر الاصابات مش بيقدر انه يعيش وبيموت هو كمان. وبعدها ليه وعيلته بيرجعوا للبيت عشان يرجع لحياته الطبيعيه تاني وهو حزين على موت بيجو. بس كده، وده كان فيلمنا النهارده. يا رب لو عجبك اعمل لنا لايك واشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش وفعل الجرس عشان يوصلك كل الافلام الجديده، وسلام.